الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاور. درر يا أم حمود، إيش فيك يبا؟ قولها بقوة أكثر. رأيك بالأجرة هذه؟ معطيني إياها واحد من ربع بالجهرة. يوسف اللي عافيك، عطنا نطارة الشاي يبا. هي خاف صدقتني أبو عبود، يبا كله تمثيل ها؟ لا تحطيني ببالك. إيش دعوة يا حافظ، ما قلنا شيء؟ ها إيش رأيك بعباتي ستايل؟ بصراحة وايد على مودة. السلام، هلا حبيبي. حافظ دورك ولا بتقعدنا للفير كالعادة؟ ولي أنا مو بطل. لا مو كذي، أقوى. أنا مو بطل. أنت كذي أوكي. فروها كم بره الوري قوي اي ديس نقدقني يا عم راجل طريق فين يا عم استدي على الهواء دلوقتي بس بابا لا يسوي قرقر وازد ولا مشاهدين الأعزاء من الصغار والكبار في هذه الحلقة الخاصة من الفيلم السينمائي المسلسل الكرتوني الروائي. نتلقى اتصالات المشاهدين. الناس تقصد لي بدلتين يا الظالمة بدياتش بالكيلو. بالله هذه شكل مذيعة هذه عطيات استحالة وجهك عطيات. أنت شلون تقول لي أنت تروح بحرين وأنت رايح نيويورك؟ ها؟ تكلم. والله أنت شلة. لحظة قبل لا تمدين إيدك أنا أقول لك السالفة. لحظة وياي. قول على قولة المثل المالديفي اللي ما يطول بيدك طول بريولك. يلا قول تحج. ماكو فايدة. إيه عاد أقول لك أنا رحت المطار حسب الموعد اللي خابرته على طيران الكونغا فونغا هونغا ولا العالم اللي حط راسه تب ماي واللي ساحب وراه تمساح واللي بغى ياكلهم والجماجم منثرة بكل صوب هذاك ساحب وراه أسد وزعلان ليش مو حاطين كرسية يملك والزنبارك يشغلوه ما تشتغل الزنبارك احترقت الطيارة يا انا الطيار وبالبوق وينادي باللاسلكي الدهن منقط على المكاين لا الكارتير ملعوزن بالفك يا بولنا المنطاد صالح قصدي طيارة ثانية يعني اقولك واحنا على الرنوي صفت استنوا عالوا بشار الشر منى امرشة اول ما وصلت بنت الحلال راحت مع الجماعة عشان تبدي عمليات الاصلاح وتحل مشاكل الديرة شفتي وشلون الشعب يحبش يا بنت مرشة وانا احبهم بعد بس ليش اسوري ترس الشارع هذه الخطة سويناها مع وزارة الداخلية يا خالتي يا مرشة وزارة الداخلية اي نسبة الحوادث كمالها وتزيد بالكويت قلنا لهم يباي اخذوا كاميراتكم ونقعوها وشربوا مايها والله عندنا حل اسهل واسرع شلون؟ شوفي السيارات كلها قاعد تمشي حسب السرعة القانونية عشان تلحق تشوف صورك في دعيتك أول مرة يمر يوم على الكويت ما في حوادث هذا كله من بركاتك يا بنت مرشة الله يجزاك خير اي والله خالتي ما قصرتي حاضرين ولو بس الحين وين رايحين إن شاء الله؟ الحين بنسوي إصلاحات على قطاع التعليم هلا فيهم عادي يا موني ترى يستاهلون الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون
استنوا على الوابة شار الشاورما.